الحمادي طرح في السوق السعودي للتداول، تمام؟ وأراد الله إنه السهم في أول أيامه في أول عزه طلع إلى سجل الهاي هنا تقريبا ما يعادل 65 75. طيب ثم دخل السهم في عملية تصحيح وراح سجل قاع وارتد منه. أين كان هذا القاع؟ كان هذا القاع يعادل مستويات 43-40. ماذا يسمى الآن هذا الخط؟ إيش نسميه إحنا في التحليل الكلاسيكي حقنا؟ إيش الاستراتيجية؟ ليه خليناها عرضية استراتيجية؟ هل إحنا بنتفرج على شارت يومي ولا شارت شهري؟ فين الأخ اللي معايا؟ خليك على بأنظر إلى شارت زي كده، يوم أشوف هذا قاع وأنا راسم عنده خط، هذا الخط بالنسبة لي يعتبر خط عادي ولا خط استراتيجي؟ خط استراتيجي. طيب حاول رجع منه الحمادي وطلع وسوى قمة وقتها عند مستويات 55-75 ونزل، وتعالوا شوفوا إيش سوى الحمادي لما كسر. طاح طيحة قوية ملعونة أبو جدف في شهر زمان، وصل السهم إلى 33 ريال وراح رجع السهم وارتد وقفل في نفس الشهر فوق مستوى 43. لذلك رسمنا الخط الاستراتيجي الثاني على طول تحت. ارتد السهم بعدين فين وصل؟ سجل قمة عند 46-30، بعدين رجع يطيح وتعال شوف رجع السهم نزل وكان ماشي في قناة هابطة. هذه القناة الهابطة شايف؟ قناة هابطة، شايفين القناة الهابطة؟ برضو ما قدر يخترق ترندها، رجع نزل وكسر 33 وسوق ورسمنا خط استراتيجي عنده. هاي تعالوا نتفرج على هذه القصة بين الخطوط العرضية. تعالوا شوفوا لما السهم كان في كورونا، قبل كورونا فين كان قبل كورونا؟ هنا. إيش سووا جماعة الحمادي لما وصلوا عند القاع الثالث هذا 25-20؟ باعوا ولا جلسوا يتفرجوا؟ باعوا وضغط السهم مرة. تعالوا شوفوا لما عد وقفل فوق الخط الأول، أتفاءلوا ولا ما تفاءلوا؟ أتفاءلوا. فين راحوا؟ راحوا عند الخط الثاني. طيب لما وصلوا عند الخط الثاني إيش سووا؟ كملوا ولا جنوا؟ والله جنوا ورجعوا. جو طالعين اقتحموا، لما اقتحموا يسووا راحوا وصلوا عند 43. ماذا تتوقع الآن يا أحمد؟ الآن السوق في علم الغيب، ولكن كسلوك المضاربين ضمن الحركة الاستراتيجية دي إيش تتوقع أنت بناء عليها؟ إيش تتوقع؟ يلا يا أحمد جاوبني، يجني أحمد، أبغى أحمد يتكلم. يا ناس لا إله إلا الله. إيوة إيش تتوقع الآن؟ حكيتك القصة، ممكن يجنوا جني بسيط ثم يصعدوا. طيب نرجع، ذا تنصحني، أنا أنصحك تخفف ولا تفرط بكامل السهم، أمن على أرباحك ولو بنصف الكمية. وإن كتب الله ونزل السهم، لاحظ هذا النص اللي أنت بعته يا أخي، ممكن تبدأ أنت تجزئه وتدخل في مناورة قريبة 39-70 في المستقبل.
اللي هي منطقة إيش؟ 78 فيه، لأنه هذا شغله كله داخل القناة الصاعدة، يمكن ينزل ويرجع مرة تانية يطلع ل 43 يحاول على قولك فيقتحمها، وبعد ما يقتحمها يوديك إلى الخط اللي بعده ويوديك للقمة حقة 2017 46، أو على نظرية 357 47. فهذا هو الأفضل الآن لضمان عشان لا يروح عليك. ها لاحظ إيش قلت أنا؟ نص الكمية. طيب لو طلعنا يا جماعة سوينا الحركة دي وقام السهم اخترق، أنا بأكسب ولا راحت علي؟ أنا بأكسب في النص الثاني الحمد لله، النص الثاني قاعد يكسبني، وساعتها أنا مو عشاني فرطت في النص يا أخي لن أقبل بأي رقم، إن لم أبغى أربط أبغى أستنى 46 47، أبغى سقف القناة وأبغى هذا المستوى بالنص الثاني. ولو نزل السهم، ولو نزل السهم أنا إيش حسوي عند 39 70؟ ها إيش حسوي؟ محناور في النص. طيب جاك السهم نزل فكسر الترند، أبيع أمها كلها وأقول له مع السلامة، حتى لو جيت بالدناور أطلع منها وأطلع بالكمية القديمة وأقتنع باللي حصل في الحمادي وأقول له جيم أوفر. ليش؟ لأنه أنت يا مضارب خرجتني من الترند وخرجتني عن المسار، جيم أوفر. يعني تخيل الآن نجي مثلا الحمادي الشهر القادم نزل فكسر الترند، مع السلامة بكامل الكمية، مع السلامة، خلاص كده أنا حافظت على أرباحي. الآن أنت تضمن النص ولا تفرط في النص الثاني. ليه؟ احتمال يواصل إني بعت كامل الكمية في أستر، طمعت على أساس إني أنا أرجع بقوة وأشتري مرة تانية، راح علي، سويتها في البابطين نجحت، بعت كل اللي عندي في البابطين نجحت معايا في البابطين، رجعت من 38 فكرت فيه، أستر راح علي، في سهم ثالث بعت النص وبقيت في النص واصل صعود، فرحت إني ما بعته كله، سبحان الله الثلاثة حالات مرت علي، سؤال زي سؤالك وحالة زي حالتك، أنا أفضل لك لا إفراط ولا تفريط، بما أننا على أعتاب نظرية 357، وبما أننا على أعتاب هذا الخط الاستراتيجي، وبناء على سلوكيات السهم ضمن الخطوط العرضية دي، فأنا أستشير عليك إنك تبيع النص وتخلي النص، وخليك دائما قوي في النص الثاني، لأنك فوق 39-70، ها، ولأنك داخل مسار صاعد، يمكن ترجع تطلع فتكمل فتروح 47 في حالة النزول، ولو قدر الله وإنه السهم اقتحم 43 الأيام دي واستمرت الموجة قوية، فإنت إن شاء الله عروضك حتكون على الهدف الاستراتيجي وقريب سقف القناة 47 ريال. طيب أبو محمود، آخر سؤال،